السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين تاعي نانو غاتو في اليوتيوب. هذه لا بروميير فيديو ان شاء الله اللي حنحطها معكم، حنديرها بالتجريبي برك. سمحوا لي على ليماج اذا كانت ماشي مليحه ولا جوست بالتجريبي. راح نسيي معكم لا روسيت سيريان، هي شلاضه ولا مقبله كما يقولوا لها هما، تاع المتبل تاع الشمندر ولا البيتخاف. حنا معروف عندنا بالبيتخاف. بون بوغ هاد لاغوسيط نسحقو عندنا بيتخاف، 4 حبات تاع بيتخاف موايان، تايم موايان. غليتهم بالماء، غسلتهم بيان سيغ مليح وغليتهم. نسحقو شوية زيت زيتون، نسحقو ان بو دياوغت ناتور، نسحقو نص فنجان تاع جو دو سيترون، ونسحقو طحينة. الطحينة راهي كاينة تتباع باغتو دوكا في لي كروند سيرفاس نلقاوها، ولا كان ما عرفتوهاش ولا ان شاء الله حندير معكم فيديو كيفاش تخدموها في الدار. انا هذه خدمتها في الدار. بون نبداو على بركه الله، بسم الله. بون عندنا البيض خاف تاعنا، نقطعو من بوتي مورسو، ما يهمش الشكل باسكو حنا نحيوه في الغوبو. فوالا نقطعو على شكل عشوائي برك. فوالا هنا غليتو، خليتو برد شويه، مازالو دافي. دوك نديرو هنا في الكاس تاع الغوبو باش نرحيه. دونك لازم يترحى رقيق، هاد ليتاب لي تخي امبورطونت. دونك نديرو في الغوبو هنا، دونك هكذا نرحيه ونعاود نوريلكم باش ما نصدعكمش بالحس. دونك هاي ليك كرحينه البيض خاف تاعنا هاو كيفاش هما مبيوري. دونك هاو كل عندنا كومان كولي تاع البيض خاف. دونك لا بخوميييغ دي شوز لي حنديروها طحينه هي الاولانيه. بون هاي ليك طحينه، هي كاينه تنباع مي هادي درتها في الدار كاش نهار راح نواسيها معاكم. هي سمسم ولا جلجلان، نحمصوه ونرحيوه رقيق بزاف مع الزيت. هايلك عندنا هنايا نديرو 3 مغارف معمرين ملاح ولا 4، نديرو 3.5 ونشوفو. هاكدا الحاجة الأولانية نسبقو فيه هو اللول، ونديرو نص فنجان تاع جو دو سيترون. دونك راح نخلطهم هادو في زوج كيف كيف. تخي بيان، ناخد برك هادي سباتيول خير باش مديرش الحس. دونك كي نخلطو القارص مع الاخر راح يتقال، هاديك الطحينة تاعنا راح تتقال. كيما يقولو هما السوارة، نخمرو الطحينة شغل نروبوها بالعامية حنا تاعنا نقولو نروبوها تتقال. بون دونك عندنا هكدا، نزيدو ان بو تاع ياغورت ناتور ولا لبن الزبادي. فوالا نزيدو عندنا سنينة تاع التوم، تحبو تسكرفجوها ولا تحبو ترحيوها مع البيض خاف. لي محبش يديرها ما يديرهاش، مي تمدان تخي بون بو. فوالا هكدا نخلطو مليح، نزيدو شوية ملح. ملح كل واحد والكو تاعو، مي البيض خاف كوم جاي حلو شوية دونك يحب شوية ملح زيادة. فوالا من بعد نفرغو البيض خاف ديالنا. لاوسيت يديروها بزاف، تنتكل بزاف مع المشاوي. المشاوي ولا عندهم واحد الطبخة وسمها المجدرة، تنتكل بزاف معاها. فوالا هادي هي متبل، هادي يقولو متبل شمندر.
فوالا هاي دوك نشوف بقى كيف كيف طبق التقديم. هاي ديك الوصفة تاعنا ما حطيناها في طبق تقديم اللي هي متبل تاع تاع الشمندر. هنا برك كان عندي متبل تاع الحمص راح نحطه لكم ان شاء الله. فيه يعني عدة انواع تاع متبل، فيه انواع تاع متبل باذنجان مشوي، متبل تاع الحمص، متبل تاع البيض خاف كيما درناه اليوم. هاي ليك هكذا يحطوها مع الخبز هذاك تاعهم، الخبز السوري ولا الخبز العربي كاش. نحط لكم الوصفة تاعو فوالا. هاي ليك هكذا نفعل الخرقاعيتك، نزيدو لها شوية زيت زيتون باش نقول لكم واحد البنة. اون ديغي با كامل بيتخاف يعني دي نو سيتو، هذيك الطحينة هذيك يعني تعطي لها ذوق بزاف بزاف بنين. دونك هكذا شوية زيت زيتون مع المتبل، هذه يحطوها السوريين كمقبلة. كاين بزاف انواع ان شاء الله راح نبارطاجيهم معاكم، ان شاء الله تعجبكم لا فيديو. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش جيم وابوني لاشين ومرحبا بكم.